ولا اي حاجه ولا اي حاجه. الاحتفال اصلا حرام. طب عشان انا جايب بس لي طريق سفري. حرام. حرام حرام. انا احتفل بالامن والامان. اثبت يا ثابت ولا انت حريه مش دي هي دي حرام. اقول ايه يا الكتالوج يا بنتي ايوه عجبني قوي حرام. شفت الاوفر على الليب جلاس؟ شفتي الجلاس عاملنا اصلا ليب تاني؟ ايوه اوفر. ليه وانا نازله لا في عم تتحرك. احتفل انا وحبيبتي باحلى يوم في حياتنا يوم ما تقابلنا. حرام. احتفل احتفل عاوز اكل كشري. طبعا بعد الثورة طبعا بعد الثورة ثورة جاية ثورة 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 صباح الخير ثورة كشري بتهبل يلا برضو حرام. بس بس بص يعني هو يوم احنا ما عرفناش يعني اتولدت كده روح ما عرفناش نحافظ عليها ازاي. الدكتور لما بيجي مولود جديد اول حاجه بيعملها انه بياخد المولود ده ويحطه في الحضانه عشان الحضانه دي اكتر مكان متعقم مفيهوش تلوث وحافظ فيه على حياه الطفل ده. بيسيبه فتره وبعد كده بيخليه يخرج يشوف الجيوش. هو ده اللي حصل مع الثوره بالظبط. طول ما كانت الثوره في الميدان كان الميدان ده هو الحضانه بتاعتها. كان اكتر جو معقم بالثوره ما كانش فيه تشويه ما كانش فيه تقسيم. كان هدفنا واحد عارفين احنا عايزين ايه. بس اول ما فكرنا ان احنا نخرج الثوره من الميدان عشان تشوفوا النور محدش في الشعب قادر يحافظ عليها. محدش في الشعب قادر يحافظ عليها.